اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا والان ومشاهداتنا كمان اللي بيتابعونا الان. فقره خاصه بالتجميل وبالبشره وبشد الوجه بالبوتوكس، ولكن مش ابر، بكريم. يعني هذا منتج جديد مرخص مقبول عند طبي الطبي، فإحنا يعني رح نحكي ونتعرف عليه اليوم من خلال خبيرة البشرة الأستاذة سناء مشعل. أهلا وسهلا فيكي أهلا سناء فيكي، وصباح الخير. صباح النور. يعني إحنا بنعرف البوتوكس إبر، بس بوتوكس كريم هل بيعطي نفس النتيجة بيعطي ولا نفس أقل النتيجة؟ شوي؟ الإبر يمكن بتدوم فترة أطول، لا مش احكي هيك. لنا أكثر عنه بما أنه منتج جديد. أكيد البوتوكس الإبر بيتاخد من عمر 45 وإطلع، يعني لأنه بتكون ملامح الشيخوخة بلشت، فلازم ياخده من عمر 45. بس في في ناس صبايا بنصحوا أنه من 20 الإبر البوتوكس حتى تحمي حالك قبل ما تطلع لا الرينكلز أو انت بالعكس، الخطوط. هاي متى ما احنا بنحكي هاي عمر 20، فينا هلا نستخدم الكريم احسن من الابر. ليش؟ لانه عشان تعمل تخلي البشره انها هي تساعد حالها وتضلها تبني الخلايا. بس انت لما تاخذي ابره معناتها كل 6 شهور لازم ترجعي تعيدي عشان ترجعي للحيويه. صحيح. بس الكريم مرخص. احنا دائما نعرف انه البوتوكس للبشره، منطقه الجبين، منطقه الضحكه، بس منطقه العيون ما بنستخدم لها بوتوكس، نستخدم لها فيلر. بس الان الجديد انه في بوتوكس خاص لمنطقه العيون، وبخلال دقيقتين بتحصلي على النتيجه اللي انت بدك اياها، انك تصيري ترجعي بعمرك 10 سنين لورا وبدون اي جهد. قديش بيقعد؟ يعني دقيقتين شغله هلا. دقيقتين شغله، لكن قديه بضل على الوجه؟ بضل يعني على الوجه كيف الحاله اللي اجتنا. يعني انا لما تجيني واحده مثلا بعمر 47 او 46 غير ما تجيني واحده بعمر 40، العمر يعني اذا بتكون بيلعب دور، ايوه اول عامل العمر. ممكن تحتاج جلستين بين كل جلسه وجلسه شهر، بس بعدها خلص هي بتصير تقدر لحالها انه انا كل 6 شهور بدي ارجع اعمل الكريم. ممكن متى تحتاجيه؟ كمان ممكن تحتاجيه بفتره عندك حفله وحابه تطلعي بشكل باطلال كثير حلوه وما في تجاعيد تحت العيون، فيك تحطي من الكريم. هي بس نقطه واحده بس بتحطيها تحت الكريم بتمديها وبتحصلي على النتيجه. طب خلينا هلأ نجرب وندردش بعدين ونشوف الفرق. خلينا نجرب على عين واحدة، طبعا خلي احنا العين راح اعمل على الثانية عين عشان نشوف المشاهدين الفرق يشوفوا الفرق بعدين. بين العين. طبعا احنا شايفين الخطوط اللي موجوده هون، الخطوط الموجوده بهاي المنطقه. طبعا اللي بده يستخدم هاي الماده لازم ما يعمل اي رياكشن، ما يضحكش، ما يعملش اي شيء، يضل ريلاكس بفتره حتى ما احنا ما يضل في عشان ما خطوط ياخذ طالعة. نفس الحركه اللي احنا بدنا اياها. شو مبداه هو؟ مبداه انك لما بتحطيه على البشره ببلش يعبي الخلايا اللي فقدت الحيويه اللي فيها، بيعطي فوليوم للمنطقه، ترجع زي كانك رجعتي 10 سنين لورا. طبعا هي النقطه اللي فتحي عيني، النقطه اللي راح نحطها، شوفي قديش صغيره هاي النقطه، احنا راح نحطها ونمد بهذا الشكل على اساس ان نحصل على نتيجه بخلال دقيقتين. بس عادة سناء، يعني يقال انه اي شيء خارجي بتحطيه كريم كذا ما بيعطي، حتى بيقولوا لك للعناية بالبشرة الكريمات ما بتعطي نتيجة زي الغذاء مثلا، لانه من الداخل. يعني عادة الاشي الداخلي هو اللي بيعطي النتيجة الافضل. لا مش هيك، احنا شغلة الغذاء بتكون مع مراحل العمر. يعني مستحيل شخص وصل لعمر 50 وبلشت التجاعيد عنده هلا بده يبلش لا يشرب أكيد، جزر ويشرب لا أكيد تفاح إحنا بنحكي طبعا تراكمية، يعني ايوه الغذاء من شرب البداية، المي، الفواكه وشرب شرب المي، المي اساسية قبل الأمور الاكل هاي. وقبل الفواكه. هلا عندنا احنا في انواع فاكهة لازم ناكلها، يمكن بالسنة عندنا التمر. التمر هو بوتوكس طبيعي لأي شغلة بالبشرة. طبعا عندنا البشرة احنا بتحتاج للتمر لأنه فيه نسبة سكر كتير كويسة حتى لمرضى السكر. عندنا التفاح اللي لازم تاكليها كل يوم الصبح، هاي من أساسيات انك انت عم تبني حياتك من عمر 20، ما بتوصلي من للأربعين انت الطفولة ما في حتى عندك، ما لازم في عندك الفواكه. مشاكل. قولي طفولة بدك ترجعي للوالدة إذا اهتمت، ولكن بالضبط. انت وصلتي لمرحلة الشباب اهتمي انت بحالك، اشربي مي، كلي فواكه، كلي تمر. العصائر كمان لازم تكون فريش تحصريها وتشربيها على طول. الأكل العالم دائما بتعتمد على الفاست فود، دائما سندويشة على السريع، أكل على السريع، رز. لا بالعكس، الشربات كتير منيحة، الراحة، لازم النوم الصحي. طب أنا أكلت كل هذا ما ونمت الساعة ندخن 2 بالليل،
التدخين، الاشياء هاي كثير في شغلات مضره، حتى صحيح. الجو اللي احنا بنعيش فيه، الجو عباره عن دخان، حراره، العالم عم تطلع برا بالشمس وما بتحط الواقي الشمس على بشرتها، بعدين بتقول لك ما انا لقط وجهي اللون الاسود. ومعروف طبعا انه الشمس بتساعد على التجاعيد انها تكون اسرع، يعني بتساعد البشره طبعاً انها تجعد. طبعا احنا راح نلاحظ هلا المنطقه اللي هون واللاينز اللي كانوا عندها، وهي المنطقة اللي هون، ففيهم يشوفوها انه هاي المنطقة كيف بتشد معك، المنطقة هاي فيها انت حاسة احساسك ما تضحكي ما بدنا نضحك عشان ما ناخذ شكل اللاين عشان ما يصير في خطوط. طبعا احنا ما بدنا نضحك لمدة دقيقتين، دقيقتين بس احنا لازم نضحك بحياتنا بعدها اضحكي عادي. بس ليش؟ لانه في ناس اخذ اللاين اللي بعيونهم بتقول لك انا عمري 25 سنة بس عندي كتير خطوط حوالين عيني. ليش؟ لانه ما بيلبسوا نظارة صحية شمسية حقيقية، شمسية يعني حقيقية ما بيلبسوها انها تكون ضد الاشعة البنفسجية فهاي الاشياء لازم انت تاخديها كمان بمراحل حياتك. انت لما تيجي تكون كتير مهتمة بوقتك وبصحتك رح تحصلي على عمر اكثر من اللي ممكن تكون اهملت بوقت عمرها. يعني ممكن تتوصلي للأربعين لسه في عندك نضارة وفي عندك شباب، واحدة بخمسة وعشرين مش يعني ما بتملك هاي الشغلات. فاحنا بالعكس عندنا هاي الطريقة، شغلة سهلة كثير بمتناول الجميع، ممكن هي اي ست تسويها مش أي ضروري ست. هي اول طريقه احنا حكينا كيف الطريقه اللي بتعمليها. الستات بتيجي بتقول لك مثلا انا ضل عندي بهاي المنطقه شوي، ما في مشكله لو رجعتي حطيتي كمان دروب يعني بهاي المنطقه انت بتشوفي بتقدري حالك شو اللي بحاجته وبتصيري تشتغلي على هواء. انت بهاي المنطقه بتيجي بتعملي بهاي الطريقه هي شغله طبطبه بتكون على العين. حتى انا دائما بحكي لما الصبيه بتيجي بتمسح الميك اب حوالين عيونها انت عم تمسح الميك اب بيكونوا كثير بشدوا بمنطقه مسح الميك اب حوالين العين. لا احنا دائما بنحكي مجرد انا ما بدي اعمل ميك اب او احط فاونديشن او امسح ميك اب لازم يكون بطريقه طبطبه، لانه منطقه العين من اكثر المناطق الحساسه بالوجه. طب عشان ينضف مزبوط يعني برضه طب احنا لازم نعمل بهاي الطريقه. كل الميك اب بيطلع بالتيشو الخاص او الريموفر ميك اب، في عندنا محارم خاصه نمسح فيها الميك اب، ما في داعي انه لما بتمسحي الميك اب تاخذي الميك اب هيك وترجعي فيه. ايوه لا، لازم لما بتمسحي الميك اب تاخذيه من هون لهون ترجعي تشيلي ايدك ترجعي مره ثانيه حتى ما تخليها مترهله. يعني ايوه بصير ترهل، بصير عندك الخطوط هاي بسرعه تطلع. فطريقه غسل الوجه، العالم عم تغسل الوجه بالصابون، انا ضد وحكيت يمكن قبل هالمره، الوجه بس بنغسل بالمي الدافيه بعدين بتشطف بالمي البارده. المي الدافيه كفيله انها تغسل وتنظف البشره منيح، المي البارده بتشد لك بشرتك وبتعطيك عمر لسه على فكرة. بس بدي أحكي شغلة، قبل هيك سناء طلعت معنا بالبرنامج وحتى كنا من الحديقة عم بنبث وحكيتي، وكنا وقتها بنحكي عن طريقة تنظيف البشرة الطريقة أكيد. الصحيحة، وقلتي أنا ضد استخدام الصابون والمواد الكيماوية بس بالمي. أنا جربت المي زي ما قلتي دافية وبعدين باردة، صدقيني فرق معي. تحصلي على بشرة هلا هو شعور مشدودة. يعني خصوصا بالبرد صعب انه بس لازم كثير شعور فعلا، مي دافيه بتنظف المزبوط الوجه، بعدين البارده كثير. في ناس كثير حتى صاروا يسالوا انه شو عامله بوجهك، هي بس انه مي دافيه ومي بارده. يعني هاي الطريقه مش بس للبشره، هاي للجسم. الست مع مراحل العمر حتى احنا بنحكي كصبايا، اغلب العالم تسالني صبايا وشباب، صبايا وشباب، انا بحكي انه لازم بعد ما تاخذوا شاور تشطفوا جسمكم بمي بارده، تشطفوا وجهكم بمي بارده، بنشط الدوره الدمويه بالجسم كمان، وبيعمل على شد البشره بكامل اجزاء جسم الانسان. فهي كثير منيحه للانسان، يعني صبيه او شاب. هلا الصبيه يمكن تطلع على مراحل الجمال اكثر من الشباب، انت عشان ما تستخدمي كثير مواد او تلجا الى اشياء زي البوتوكس والفيلر والشغلات بعمر بدري، لا الجا الى الاشياء الطبيعيه اللي هي الماسكات. انا طلعت قبل هالمره وحكيت عن ماسك الجزر والسبانخ من الاشياء اللي كثير منيحه. هلا منطقه البوتوكس اللي حكينا عنها للعيون، هاي شغله مش موجوده انه حد يعمل على عيونه. مثلا الصبيه عندها حفله هلا فيها تعمل، وهي الطريقه مبينه والنتيجه مبينه على وجهها بعد ما بتخلص. طب طبعا السؤال هلا السؤال قبل ما نحطه سنة، شو لازم تكون البشره مثلا نظيفه أكيد. مغسوله ما فيها ميك اب اكيد لازم تكون نظيفه
وبعدين احنا بعد ما بنخلص عمليه البوتوكس على البشره لازم نطبطب بهاي الطريقه. مي بارده؟ لا، مي دافيه لازم تكون. ليش؟ لانه هلا احنا المي الدافيه عشان نحيي المنطقه اللي حطينا عليها البوتوكس ونفتح المسام فيها على اساس انها تاخذ النتيجه صح. طبعا احنا بنجففها وبتكون الصبية حصلت على نتيجة البوتوكس. طب غير نفسه هاي المادة البوتوكس بنقدر بس للعين؟ لا. ولا ممكن خط الضحكة نفسها لخط الضحكة وللجبين والجبين. لأنه مرات في ناس بيطلع لهم خطوط الجبين من الضحكة أو من الرياكشن اللي بيستخدموه بالحكي وهم عم يحكوا بيرفعوا كتير حواجبهم، بيصير عندهم إنه خطوط بعمر بدري من عمر العشرين. في ناس من ضحكتهم ببين عندهم اللاين الخاص بالضحكة فيهم يحطوا عليه، فهو ايش بيعمل؟ بيعمل زي فوليوم بهاي المنطقه بيعلي لك اياها. فبصير الخط كثير رقيق، يعني بيعمل نتيجه تقريبا 70% من اول مره. فطبعا الصبيه احنا شايفين العين اللي اشتغلنا عليها وشايفين المنطقه كيف شدت معانا حتى لهون، والمنطقه الثانيه هيها مبينه ومبين التجاعيد اللي فيها. فطبعا اي صبيه فيها تلجا لها احنا حكينا ممكن قبل مناسبه عندها، كل شغلتها بتاخذ دقيقتين، بتكون غسلت وجهها ونظفته وجففت المنطقه اللي بدها تستخدم فيها. كان الخط اللي هون، يعني مثلا عندنا احنا خط بهاي المنطقه، احنا فينا نستخدم البوتوكس لهاي المنطقه طبعا بعد ما نكون منظفينها. حتى لو بتكوني حاطه سان بلوك لازم تشيليه على اساس انك تستخدم الطريقه الصح وتحطي عليه الدروب، يعني نقطه واحده بس بتحطي على المنطقة اللي انت حابة انك تحصلي على نتيجة فيها. هاي شو الامان فيها؟ انه فيك تحطي على منطقة العيون اللي دائما احنا بنحكي منطقة العيون تقربيش عليها شيء، لا خاصة صحيح. كريم حتى لو كريمات مثلا منعشة للبشرة، كريم نهاري كريم ليلي، ما تقربي على منطقة العين، لا احنا هذا فينا نستخدمه لمنطقة العين. طبعا هي الطريقة انت بس تحطيها بتضلك تعملي هيك، ليش؟ عشان تحيي او تشجعي تحفزي الخلايا انها ترجع تشرب ماده البوتوكس وتحيا من اول وجديد. طب كيف الاسعار؟ مين ارخص، الكريم البوتوكس ولا الابر؟ لا الابر اكيد اغلى، يعني جلسات البوتوكس بتكون بال200 وبال300 الجلسه الواحده. بس بتستمر 6 شهور وبتاخدي نتيجة فعلا؟ بتاخدي نتيجة من أول يوم؟ لا شو بيصير، مرات في عالم لما بيروحوا بيعملوا البوتوكس الإبر بيصير عندهم انه يعني انتفاخ بمناطق استخدموا فيها البوتوكس. فهاي شو الشغله، مرات تلاقي الخد من هون وارم شوي او الجبين من هون وارم، فاكثرها بيستخدموها لمنطقه بين الحواجب انه على اساس يشيلوا هاي، يشدوا هاي المنطقه. ايوه 111 هي منطقه الغضب احنا بنسميها. فهي هاي الشغله ليش؟ عشان انها تبعد هاي الشغلات. بس مرات بصير فيها شغلات مش منيحه، انه يا اما بينتفخ منطقه الشغل او مكان الابره، او هاي بالعكس كثير امان، كثير شغله سهله وامان. وهي الخط اللي كان موجود عندنا هون هاي ارتفع طبعا، يعني هي حسينا الخط بالفرق. هي شوفي كيف بصير يعبي بيعطي فوليوم، طلع اعطى فوليوم لهي المنطقه كامله. احنا فينا نشوف المنطقه الثانيه، هاي المنطقه هون كيف عبت، المنطقه هون لسه فيها اللاين. طبعا احنا بنحكي بنرجع للعمر، اللي عمرها بالفوق ال 40 بحاجه انها اللي عندها تجاعيد اكثر مثلا، من في ناس بتحتاج اكثر من جلسه، في ناس صغار بالعمر بس هم طبيعتهم يعني بالوراثه كثير عندهم تجاعيد بالوجه، فيهم يلجأوا لهي الطريقه. ليش يحتاجوا البوتوكس ويكلفوا حالهم مبالغ بال 200 و300؟ يعني من الى كريم البوتوكس من الى من 30 ل 50 الجلسات، مع انها الصبيه فيها تحصل على الامبول نفسه وتكمل انها تشتغل بالبيت. يعني بتعمل اول جلسه وبنعلمها الطريقه وبنعملها على بشرتها وبنحكي لها انه انت بعد شهر بحاجه انك ترجعي تعملي لحالك كمان جلسه. وممكن تستخدم العلبه وتسكرها خلاص، العلبه يعني كثير، وبعدين تنحط بالثلاجه. انه احنا هينا سكرناها بهاي الشكل وبنحطها بنحفظها بمكان بارد للاستخدام اللي بعده. طبعا هاي بتكون بالعلبه تبعتها، انت فيك تحطيها بكيس نايلون، تحطيها باي شيء عشان بس ما يفلت الغطاء، مع انه هو خلص يعني محكم 100%. فيك انت تحصلي عليها وتعمليها. طبعا هاي مبين المنطقه اللي هون، مبين المنطقه اللي هون. اذا وطريقه كمان مره بنقول قبل النوم تنظيف البشره بيكون بمي دافيه بعدين مي بارده،
بس بتزيل الميك اب 100%. 100% طبعا. انت اذا بتحتاجي لما بيكون هيفي الميك اب، لما بيكون عندك مناسبه وحاطه زي احنا مثلا بالتلفزيون كثير الميك اب ريموفر او الميلك والتونيك احنا حكينا مره عنه، وممكن بالويت وايبس. ايوه هو بعد المي بعد لا قبل المي، قبل المي بعدين بتغسلي بمي دافي ومي بارده. دائما المي البارده تكون اخر مرحله عندك. فيكي بعدها تحطي مثلا كريمات خاصه للشيخوخه، في كريمات خاصه للتبييض فيك تستخدميها بالنهار، كريمات بالليل قبل النوم، في كريمات صباحيه. ممكن تستخدمي اي كريم، بس انا من الناس اللي بحكي حتى لو بدك تستخدمي كريم ليلي او كريم نهاري يفضل قبل ما تنامي تغسلي وجهك. تنامي وجهك نظر، يعني خلي على وجهك نص ساعة امسحي وجهك او اغسليه بالمي الدافي وبالمي البارد ونامي وهو طبيعي، لانه النوم لحاله لما يكون نوم صحي رح انا مع هاي المدرسة رح يعطيكي كثير نتائج كويسة. صحيح. ما في داعي احنا نحط كريمات وننام فيها ونصحى الصبح، يعني مهما كان ما رح تعطيك ممكن انت تفركي مكان الكريم. نرجع بنقول الغذاء، شرب المي، اكل الفواكه، الامور هاي كلها اللي بتعطي نضارة للبشرة. شكرا لك سناء مشعل لوجودك معنا خبيرة التجميل، وشكرا لك كمان لحضورك. فعلا يعني حسينا بالفرق بين العينتين، وهي حاسة بشد كمان. هو بصير شد بالعين، بصير تعبي الخلايا اللي تعبت وماتت احنا بنسميها. يعطيكم العافية وشكرا لوجودكم. واحنا يعني حبينا الفقرة هاي تكون موجودة معنا اليوم كمان، لانه احنا مقبلين داخلين على الصيف، والصيف دايما برتبط بمناسبات وبحفلات، يعني بدنا نكون على استعداد لحضور هاي الحفلات واحنا بكامل اناقتنا ونضارتنا. شكرا لكم كمان مره. وهلا مشاهدينا راح نشوف تقرير من اعداد وتقديم زميلنا احمد ابو حماد، صوروا في احد المدارس في سحاب، وكان بيحكي عن احتفال بيوم الطفل. خلينا نشوفه مع بعض وبعدين نرجع لفقره الصم. وهلا بهاء عم بيستعد هو وضيوفه لتقديم الفقره القادمه وهي قصه نجاح.